السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتميز والذي سنتناول فيه شرح رحلة بناء البروتين في الخلية النباتية. زي ما احنا شايفين قدامنا الخلية بيوجد بداخلها النواة، ويوجد بداخل النواة الجينوم اللي بيكون من 46 كروموزوم، وكل كروموزوم بيتكون من شريط طويل من الكروماتين. هذا الشريط بيكون ملتف حول نفسه ومتكاثف بشدة بحيث يتم احتوائه داخل حيز النواة الصغير، وكل شريط من الكروماتين بيتكون من شريط طويل من الدي ان ايه زي ما انا شايف امامي، بيكون ملتف حول جزيئات من البروتين الهستوني مكونا وحدة بناء الكروماتين اللي بتعرف بالنيوكليوسوم. اذا الدي ان ايه بيتكون من شريطين ملتفين حول بعضهم بشكل حلزوني او بشكل درجات السلم، وكل شريط منهم بيتكون من تتابع معين من النيوكليوتيدات. لما نيجي بقى نفرد شريط ونشوف التركيب بتاعه نلاقي ان الشريطين زي ما انا شايف امامي هنا، كل شريط بيتكون من تتابع معين من النيوكليوتيدات، وكل نيوكليوتيدا اللي انا معلم عليها هنا دي بتكون من سكر خماسي مفسفر منقوص الاكسجين ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية، وبترتبط مجموعات الفوسفات مع جزيئات السكر بحيث ان هي تكون جانبي السلم، بينما تتزاوج القواعد النيتروجينية مع بعضها وترتبط مع بعضها لتكون درجات السلم. فبنلاحظ ان القاعدة جوانين بترتبط مع السيتوسيل بثلاث روابط هيدروجينية ضعيفة، بينما القاعدة ادينين بترتبط بالثيمين برابطتين هيدروجينيتين ضعيفتين. وبنلاحظ ايضا ان كلا شريطي الدي ان ايه بينتظمان عكس بعضهما، فأحدهما بيمتد من الطرف 3 للطرف 5، والآخر بيمتد في الاتجاه المعاكس من الطرف 5 للطرف 3، يعني بيكونوا مكملين لبعض. لذلك بيكون عدد قواعد السيتوسين مساوي لعدد قواعد الجوانين، وأيضا عدد قواعد الأدينين بيساوي عدد قواعد الثيمين. إذن هذا هو الدي ان ايه، كتاب الحياة الذي يحوي العديد من الأسرار، حيث يتضمن الدي ان ايه عدد معين من الجينات. كل جين بيكون مسؤول عن إظهار صفة معينة في الكائن الحي. هذا هو الدي ان ايه. فما هو الجين إذن؟ الجين هو جزء من الدي ان ايه زي ما انا شايف امامي كده، وهذا الجزء بيتكون من تتابع معين من النيوكليوتيدات على احد أشرطته. هذا التتابع يمثل شفرة تخليق بروتين معين، وهذا البروتين يكون مسؤول عن إظهار صفة معينة. يعني الجين بيعبر عن صفة معينة من خلال تخليق بروتين معين. الجين بيتميز إلى ثلاث مناطق. المنطقة الأولى بتسمى البروموتور ريجون، منطقة الابتداء دي المنطقة اللي بيرتبط عندها إنزيم بلمرة الـ RNA اللي هيقوم بتصنيع الـ RNA باستخدام أحد أشرطة الـ DNA كقالب. المنطقة الثالثة اللي هي بنسميها تيرمينيتور ريجيون، منطقة الانتهاء، ودي اللي بيقف عندها انزيم بلمرة الـ RNA بعد ما ينتهي من نسخ. المنطقة الوسطى اللي بنسميها الكودينج ريجيون، اي ان الجين بيتقسم الى ثلاث مناطق. بروموتور ريجيون دي اللي بيبدأ عندها انزيم بلمرة الـ RNA يتصل بالـ DNA علشان يبدأ نسخ او تصنيع الـ RNA من منطقة الكودينج ريجيون، وبعد كده المنطقة الاخيرة اللي هي تيرمينيتور ريجيون، ودي اللي بيقف عندها انزيم بلمرة الـ RNA وبينتهي تصنيع المسنجر RNA. بس في معلومة مهمة هنا عايزين نقولها، بنقول علشان يتم بناء البروتين بيتم ذلك من خلال عمليتين. العملية الأولى بتسمى بالترانسكريبشن أو عملية النسخ، وعملية النسخ عموما مقصود بها تصنيع الـ RNA باستخدام أحد أشرطة الـ DNA كقالب في منطقة جين معين، تمام؟ يعني هي الترانسكريبشن عموما تصنيع الـ RNA أيا كان نوعه. أما بالنسبة نتكلم عن عملية بناء البروتين، فالـ RNA اللي بيتم تصنيعه هنا من خلال عملية ترانسكريبشن هو المسنجر RNA، أي RNA الذي يحمل شفرة أو رسالة بناء البروتين، تمام؟ وبناء بروتين معين معي كده، وعلشان كده بيسموه RNA الرسولي، مسنجر RNA، لأنه بيحمل رسالة تصنيع بروتين معين. وعلشان يتم تصنيع هذا البروتين لابد الأول أن يحدث فك للحلزون في منطقة الجين اللي هيتم تصنيع المسنجر RNA من خلال أحد الأشرطة بتاعته،
بتاعته اللي هي بتحمل شفره بناء البروتين زي ما هوريكم في الرسم التالي. وهنا انا بعرض لك رسم مبسط يوضح لك ازاي عمليه النسخ بتتم، والغرض منها ان انا اوضح لك عمليه النسخ بشرح مبسط علشان لما اعرضها لك في الانيميشن تبقى فاهمها وتلم بيها، لانها بتتعرض بسرعه كبيره. احنا عارفين ان الدي ان ايه عباره عن شريطين بيكونوا ملتفين حول بعض بشكل حلزون. علشان يتم نسخ ماسنجر ار ان ايه خاص ببناء بروتين معين، بيجي انزيم اسمه انزيم بلمرة الار ان ايه اللي هو ار ان ايه بوليميريز، بيتصل الدي ان ايه في منطقة الجين اللي بيحمل شفرة بناء البروتين على احد اشرطته، بيتصل به في البداية ويعمل فك للحلزون في منطقة الجين، يعني يخلي الشريطين بتوع الدي ان ايه ينفصلوا عن بعض في منطقة الجين، ثم يبدأ في نسخ شفرة احد شريطي الدي ان ايه في منطقة الجين، وتحديدا بيكون الشريط اللي بيبدأ من الطرف 3 برايم وينتهي بالطرف 5 برايم زي ما انا شايف كده. همشي معاكم اهو على الرسم علشان تبقى واضحة. ده شريط اهو بادئ من الطرف 3 برايم، ماشي وماشي معايا اهو، بينتهي بالطرف 5 برايم. اما الشريط الاخر فبيكون اتجاهه معاكس للشريط ده، يبدأ بطرف 5 برايم ويمشي وينتهي بالطرف 3 برايم. الشريط ده اللي هو بيبدأ 5 برايم وينتهي ب3 برايم، ده ما بيتمش نسخه، بنسميه الكودينج سترانس، يعني شريط النسخ، وهنقول ليه بيسموه بالاسم ده. اما الشريط الاخر اللي هو 3 برايم 5 برايم، ده اللي بيتم نسخ الماسنجر ار ان اي باستخدامه كقالب. يعني ايه باستخدامه كقالب؟ هنشوف دلوقتي. بيجي انزيم بلمرة الار ان اي اللي هو عندي هنا، وهو هنا في نهاية عملية النسخ، بس في البداية بيتصل DNA في منطقة الابتداء عند الطرف 3 برايم هنا، ويعمل فك لشريطي DNA عن بعض، ثم يبدأ بقى بعد كده في بناء الماسنجر RNA باستخدام الشريط 3 برايم 5 برايم كقالب أو طبعة. إزاي يعني؟ يعني بيجي يقرأ تتابع النيوكليتيدات اللي موجودة عليه. أدي تتابع النيوكليتيدات اللي موجودة على الشريط اللي هيتم بناء الماسنجر RNA باستخدامه، فبيجي يقرأ القاعدة النيتروجينية الأولى مثلا ولتكن السيتوسين، ويجيب القاعدة المكملة لها، أو يجيب النيوكليتيدة اللي بتحتوي على قاعدة نيتروجينية المكملة لها يحطها قبلها، وبعدين يقرأ النيوكليتيدة اللي بعدها اللي هي بتحتوي على الجوانين ويجيب نيوكليتيدة محتوية على السيتوسين قبلها، وبعدين الأدينين يروح جايب نيوكليتيدة بتحتوي على القاعدة النيتروجينية يوراسيل قصادها، والثيمين يجيب قباله أدينين، وهكذا. هنلاحظ إن بناء الماسنجر RNA بيكون مطابق الى حد كبير لتتابع النيوكليتيدات اللي موجودة في الشريط اللي ما بيتمش نسخه، تمام؟ مع اختلاف بسيط قوي، هو ان الشريط اللي ما بيتمش نسخه بيحتوي على النيوكليتيدة المحتوية على القاعدة النيتروجينية ثيمين، بينما في الماسنجر RNA بتستبدل هذه النيوكليتيدة بنيوكليتيدة تحتوي على القاعدة النيتروجينية يوراسيل، لان احنا عارفين ان الدي ان اي بيتم بناؤه من اربع انواع من النيوكليتيدات، كل نوع منهم بيحتوي على قاعدة نيتروجينية معينة، وهذه القاعدة النيتروجينية هي الأدينين والجوانين والسيتوسين والثيمين. أما في حالة الـ RNA بأنواع مختلفة فهو يحتوي على أربع قواعد نيتروجينية هي أدينين وجوانين وسيتوسيل ويوراسيل، تمام؟ يعني بيستبدل الثيمين اللي موجود في الدي ان اي بيوراسيل في الار ان اي. وعلشان شريط الماسنجر ار ان اي اللي بيتم بناؤه بيكون مشابه الى حد كبير للشريط الاخر من الدي ان اي اللي ما بيتمش نسخه، فبيسموا هذا الشريط بالكودينج سترانز، تمام؟ عرفنا سبب التسميه ايه. بيستمر انزيم بلمره الار ان اي في استدعاء النيوكليتيدات المكمله للنيوكليتيدات اللي موجوده على الشريط بتاع الجين اللي بيتم نسخ الماسنجر RNA باستخدامه كقالب، الى ان يصل الى نهايته. بعد ذلك ينفصل عن DNA ويتحرر الماسنجر RNA الى داخل النواة، ما بيخرجش بره النواة غير لما تجرى له عملية معالجة، وهنشوف العملية دي هتتم ازاي دلوقتي من خلال الانيميشن. ولكي يعبر الجين او يظهر الجين الصفة الوراثية المسؤول عنها، فان ذلك يتم من خلال عدة خطوات. اولى هذه الخطوات هو نسخ الجين المطلوب وتكوين ماسنجر RNA، يعني RNA رسولي يحمل شفرة بناء بروتين معين. بعد ذلك تتم الخطوة الثانية وهي معالجة الماسنجر RNA بإزالة الأجزاء التي لا تمثل شفرات لاستدعاء أحماض أمينية، وتتم هذه الخطوة داخل النواة. الخطوة الثالثة خروج الماسنجر RNA من النواة إلى السيتوبلازم. الخطوة الرابعة ترجمة الماسنجر RNA إلى بروتين معين بواسطة الريبوسوم. الخطوة الخامسة هي تعديل
وتحوير شكل البروتين المتكون ليأخذ الشكل الفراغي الذي يساعده على إظهار الصفة المطلوبة. يعني كل بروتين بيبقى له شكل معين يلائم الوظيفة اللي بتأديها، زي ما هنشوف دلوقتي. هنا عندي ده شريط الدي ان ايه في منطقة جين هيتم نسخ ماسنجر ار ان ايه باستخدام احد أشرطة القالب. هنشوف اول حاجة بتحصل ايه، بيجي انزيم بلمرة الار ان ايه اللي هو ار ان ايه بوليميريز، وهيتصل بالدي ان ايه في منطقة بداية الجين اللي هي البروموتر ريجيون. بعد ما يتصل بيه هيبدأ يعمل فك لشريطي الدي ان ايه في منطقة الجين، وبعد ما يفكهم هيبدأ يشتغل على احد شريطي الدي ان ايه اللي هو بيمثل القالب اللي قلنا بيبدأ من طرف 3 برايم لطرف 5 برايم. وبالتالي لما بينسخ ماسنجر الار ان ايه بيكون بداية الماسنجر ار ان ايه هي الطرف 5 برايم وبتنتهي عند الطرف 3 برايم، لان بيكون مكمل لشريط الدي ان ايه اللي بيتم نسخه، بالظبط زي الشريط المكمل لشريط الدي ان ايه في منطقة الجين. ويستمر ار ان ايه بولوميريز بانه يتحرك على الشريط القالب في منطقة الجين حتى يصل الى منطقة الترمينيتور ريجيون فينفصل عنه ويتحرر الار ان ايه زي ما انا شايف كده، وبعد كده بتتعمل له عملية معالجة داخل النواة. والكلام ده بيحصل في حقيقيات النواة، حيث نجد ان ار ان ايه اللي اتكون وده بيسموه ار ان ايه الاولي او ماسنجر ار ان ايه الاولي بيبقى مميز لمناطق بعضها بيسمى اكسونز. المناطق دي هي اللي بتحمل شفرات لاستدعاء احماض امينية، ومناطق اخرى دلوقتي هنشوفها اسمها انترونز، والانترونز دي مناطق لا تحمل شفرات لاستدعاء الاحماض الامينيه، لذلك بيتم فصل هذه المناطق اللي هي بتظهر باللون الاصفر بواسطه انزيمات معينه بيتم فصلها من الماسنجر ار ان ايه وربط الاجزاء اللي هي بتحمل شفرات استدعاء بروتينات مع بعضها، وبكده يكون الكون ار ان ايه الرسول اللي بيحمل شفرات بناء البروتين وبيخرج من احد الثقوب اللي موجوده في غلاف النواه. وبعد كده هتبدا مرحله الترجمه، ترجمه الماسنجر ار ان ايه لبناء البروتين. وقبل ما نتكلم عن عمليه الترجمه انا عايزك تركز بقى معايا هنا، عمليه الترجمه بيقصد بقى ترجمه الشفرات اللي موجودة على الماسنجر ار ان اي الى احماض امينية بترتبط مع بعضها في سلسلة تسمى سلسلة عديد البيبتيد. تمام، كل ماسنجر ار ان اي تم بناؤه من جين معين بيحمل شفرات بناء بروتين معين، وجميع الماسنجر ار ان اي اللي بتتكون بيكون فيها شفرة اسمها شفرة البدء، والشفرة دي بتتكون من القواعد النيتروجينية اي يو جي، بالقواعد النيتروجينية اي يو جي. تمام، الجدول اللي قدامي ده بيوضح لي الشفرات اللي هي بتستدعي الأحماض الأمينية. زي ما احنا عارفين ان الشفرة هي كلمة، الكلمة دي بتعبر عن اسم حمض أميني معين وبتتكون من 3 حروف، هذه ال3 حروف بتمثل الحروف الأولى من أسماء القواعد النيتروجينية اللي بيحملها ماسنجر ار ان اي. فانا طبعا عندي 4 قواعد نيتروجينيه، لو عملت تباديل وتوافيق بينهم بحيث تكون لي شفرات بتتكون من 3 حروف هلاقيك بتطلع لي 64 شفره. نشوف هم قدروا ازاي يعملوا كل التباديل والتوافيق الممكنه بين كل 3 نيوكليوتيدات من الـ4 اللي بيكونوا الحمض النووي علشان يحددوا لي الـ64 شفره. عملوا جدول، الجدول ده قسموه الى 4 أعمال متقاطعة مع 4 صفوف أفقية، وكده الجدول احتوى على 16 قسم. بالإضافة لكده راح جاي عامل عمود خارجي جهة اليسار وقسمه بعدد الصفوف وحط في كل خانة من هذا العمود الحرف الأول من اسم قاعدة نيتروجينية من القواعد الـ4 اللي بيكون الأحماض النووية زي ما أنا شايف كده، وجاء على رأس كل عمود ووضع الحرف الأول أيضا من اسم كل قاعدة نيتروجينية في عمود. وبعدين جهة اليمين عمل عمود خارجي وقسمه بعدد الصفوف ووضع في كل قسم منه الحرف الأول من أسماء القواعد النيتروجينية الـ4، على أساس إيه؟ إن هو هيبدأ بقى يعمل تباديل وتوافيق بإنه ياخد حرف حرف من الأحرف اللي موجودة في العمود اللي هو جهة اليسار مع حرف من الأحرف اللي موجودة على رأس كل عمود مع حرف من الحروف الـ4
اللي موجوده في العمود اللي جهه اليمين. الكلام ممكن ما يكونش واضح كده، هطبق لك بامثله عشان توضح قدامك. هاجي هنا بياخد الحرف الاول من العمود اللي جهه اليسار اللي هو حرف اليو اللي بيرمز للقاعده النيتروجينيه يوراسيل، وده بيعتبره الحرف الاول من الشفره مع الحرف اللي موجود على راس العمود الاول وهو ايضا يو بتاع القاعده النيتروجينيه يوراسيل على اعتبار ان هو الحرف الثاني من الشفره. ثم يختار احد الحروف الاربعه اللي موجودين في العمود اللي جهه اليمين هنا امام الصف الاول وهو حرف اليو. بكده الشفره بقت مكونه من ثلاث حروف هي يو ويو ويو، وحطها هنا اهو تحت العمود الاول. بعد كده هيعمل ايه تاني؟ هيروح جاي اخد اليو مره تانيه اللي هو موجود في القسم الاول من العمود اللي على اليسار على اعتبار ان الحروف اللي موجوده في العمود دي هي الحروف الاولى من الشفره. هياخده مع ايه بقى؟ هياخده برضو مع الحرف الاول اللي موجود في العمود الاول مع الحرف الثاني في القسم اللي موجود امام الصف الاول وهو حرف السي، وبكده هيتكون شفره يو يو سي اللي حطها هنا اهو. وبعد كده هياخد برضو الحرف الاول مرة تانية اللي هو حرف اليو اللي موجود في العمود اللي جهة اليسار مع الحرف الاول اللي على رأس العمود الاول مع الحرف الثالث اللي موجود في القسم الاول من عمود جهة اليمين هو حرف الاي، فتكون شفرة يو يو اي. ثم الحرف الاول مرة اخرى اللي هو حرف اليو في القسم الاول في العمود اللي على اليسار مع حرف اليو اللي موجود على رأس العمود الاول مع الحرف الرابع اللي موجود في القسم الاولاني في العمود جهة اليمين اللي هو حرف الجي، فتتكون لي قاعدة نيتروجينية هي يو يو جي. كده يبقى احنا خلصنا التبادل والتوافيق بتاعت اليوراسيل اللي موجود في الصف الاول واليوراسيل اللي موجود في العمود الاول مع الاربع قواعد نيتروجينية. فناخد بعد كده بقى اليوراسيل اللي موجود في الصف الاول مع السيتوسين اللي موجود في العمود الثاني ونشوف تبادلهم وتوافقهم مع الاربع قواعد نيتروجينية. فهناخد اليو مع السيتوسين مع اليوراسيل اللي موجود في الصف الاول جهة اليمين، هيعمل لي كودون يو سي يو. بعد كده اخد اليوراسيل مع السيتوسين مع السيتوسين اللي موجود في الصف الاول جهة اليمين، يعمل لي كودون يو سي سي. ناخد اليو تاني مع السيتوسين مع القاعدة الثالثة في الصف الاول اللي هي الادينين، هيعمل لي يو سي اي. ناخد اليو مع السيتوسين تاني مع القاعدة الرابعة في الصف الاول اللي هي الجوانين، يقوم يعمل لي كودون مكون من اليو سي جي. وهكذا ابدأ اكرر بقى نفس الكلام، اليوراسيل مع الادينين واشوف توافقهم مع الاربع قواعد نيتروجينية اللي موجودة في الصف الاول. وبعد ما خلص الاربع اعمدة بالنسبة للصف الاول انتقل بقى للصف الثاني واكرر فيه نفس الكلام، فهلاقي في النهاية تكون عندي 64 كودون. لو نظرت على 64 كودون دول بلاقي فيه منهم كودون اي يو جي، ده كودون البدء وده اللي بيستدعي الحمض الاميني ميثيونين. الميثيونين يستدعى بكودون واحد فقط هو الاي يو جي. كمان هلاحظ ان في عندي ثلاث كودونات مكتوب قدامها توب كودون اللي هي كودونات الوقف، وهي اليو اي اي واليو اي جي واليو جي اي. التلات كودونات دول بنسميهم كودونات الوقف لان المسنجر ار ان اي بينتهي بواحد منهم، وهذا الكودون بيقوم باستدعاء عامل الاطلاق اللي بيحرر سلسله عديد البيبتيد من ترانسفير ار ان اي اللي هو ار ان اي الناقل، ويفك الارتباط اللي موجود ما بين المسنجر ار ان اي ووحدتي الريبوسوم. اما باقي الكودونات وعددها 60 كودون لان احنا قلنا فيه كودون البدء الاي يو جي بيستدعي الميثيونين، فال 60 كودون الباقيين بعد ما يشيل كودون البدء والثلاث كودونات الخاصه بالوقت بيقوموا باستدعاء باقي الاحماض الامينيه اللي هي ال 19. تمام، وبلاحظ هنا ان ال 19 حمض اميني بعد ما استبعدنا منهم الميثيونين كل حمض اميني بيتم استدعائه باكتر من كودون. يعني مثلا السيرين بيستدعى بالكودونات يو سي يو يو سي سي يو سي اي يو سي جي. يعني الاربع كودونات اللي بيستدعوا السيرين كلهم بيتضمنوا وجود القاعده النيتروجينيه يوراسيل مع السيتوسين، والثالثه اما تكون يوراسيل او سيتوسيل او ادينين او جوانين. اتمنى ان الكلام ده يكون واضح لان الكلام ده مهم جدا. الشفره الوراثيه هي كلمه بتتكون من ثلاث حروف
والثلاث حروف دول هم الحروف الاولى من اسماء القواعد النيتروجينيه اللي بتدخل في بناء الماسنجر ار ان اي. وبعمل التباديل والتوافيق بين ثلاث حروف من الاربعه بيطلع عند 64 شفره، ثلاثه منهم بيبقوا شفرات انهاء ما بيستدعوش احماض امينيه، وال 61 هم اللي بيستدعوا احماض امينيه، وال 61 دول بيستدعوا الاحماض الامينيه من خلال استدعاء التي ار ان اي، يعني ار ان اي الناقل اللي هو بيحمل في احد طرفي حمض اميني والطرف الاخر بيكون موجود فيه الانتي كودون المكمل للشفره اللي استدعته. فال 61 ار ان اي ناقل بيحمله 20 حمض اميني فقط، لان كل حمض اميني بيتم استدعائه باكثر من شفره. في احماض امينيه بيتم استدعائها بشفره واحده فقط زي الحمض الاميني ميثيونين بيتم استدعائه بالشفره اي يو جي، اما الحمض الاميني فالين بيتم استدعائه بالاربع شفرات دول. الاربع شفرات دول بيستدعوا اربع احماض نوويه ار ان اي ناقله، يعني اربع انواع من التي ار ان اي اللي هم بيحملوا انتي كودون مكمل لهذه الشفرات. فهيبقى عندي ار ان اي بيحمل انتي كودون سي اي اي عشان يكمل الشفره دي، وده بيبقى حامل للفالين. وفي حمض تي ار ان اي تاني نوع تاني بيحمل انتي كودون للشفره دي اللي هو هيبقى سي اي جي، بيبقى حامل برضو للفالين. وفي نوع ثالث من التي ار ان اي اللي هو بيبقى حامل انتي كودون للشفره دي، الانتي كودون ده هيبقى سي اي يو، بيبقى حامل برضو للفالين. والرابع بيبقى حامل انتي كودون للشفره دي اللي هي هتبقى سي اي سي، وده بيبقى حامل للفالين. يبقى هنا الاربع شفرات دول بيستدعوا اربع انواع من التي ار ان اي، والاربع انواع دول بيبقوا حاملين للفالين. اتمنى ان الكلام ده بقى يكون واضح بالنسبه لكم. يبقى هيبقى عندي 64 شفره، ثلاثه منهم بيسموا بشفرات الانهاء، ودول ما بيستدعوش احماض امينيه وانما بيستدعوا بروتين بيعرف بعامل الاطلاق. وفي عنده 61 شفره بيستدعوا 20 حمض اميني اللي بيدخلوا في بناء جميع انواع البروتينات، وده لان كل حمض اميني زي ما انا شفت كده غالبا بيتم استدعائه باكتر من شفره. والاحماض الامينيه دي بتيجي تتنقل من خلال تي ار ان اي اللي بيحمل في احد اطرافه انتي كودون للشفره اللي بتستدعيه. فعندي مثلا الفالين ده بيتم استدعائه باربع شفرات، والاربع شفرات دول بيجيبوا اربع انواع من التي ار ان اي، لكن الاربع انواع دول بيبقوا حاملين للفالين. في حين ان عندي حمض اميني زي الميثيونين بيتم استدعائه بشفره واحده اللي هي الاي يو جي، والشفره دي بتستدعي التي ار ان اي اللي بيحمل انتي كودون مكمل لهذه الشفره عباره عن يو اي سي. في حمض اميني زي ده بيتم استدعائه بشفرتين والهيستيدين بشفرتين، وعندي ثلاث شفرات اللي هم اليو اي جي واليو اي اي واليو جي اي، دول مكتوب قدام ستوب، يعني دي شفرات الوقف اللي هي ما بتستدعيش احماض امينيه وانما بتستدعي بروتين بيعرف بعامل الاطلاق. نبدا بقى نكمل كلامنا ونشوف على الانيميشن اللي هو موجود عندي ايه اللي هيحصل. ده عندي هنا الماسنجر اي ار ان اي اهو. اول خطوه في الترجمه يكون معقد الابتداء. معقد الابتداء ده بيكون من ايه؟ بيتكون من ارتباط الماسنجر ار ان اي عند كودون البدء اللي هو الاي يو جي مع تحت وحده الريبوسوم الصغرى وتحت وحده الريبوسوم الكبرى، والتي ار ان اي اللي بيحمل انتي كودون مكمل لهذه الشفره، يعني بيحمل انتي كودون عباره عن يو اي تي، وهذا التي ار ان اي بيحمل في الطرف الاخر الحمض الاميني ميثيونين. يعني دايما كودون البدء في اي ماسنجر ار ان اي بيكون عباره عن الاي يو جي، وده بيستدعي تي ار ان اي بيكون حامل الحمض الاميني ميثيونين فقط، اي ان الحمض الاميني ميثيونين بيكون اول حمض اميني في اي بروتين بيتم تخليقه. ولما نبص كده بقى على سلسله الماسنجر ار ان اي نلاقيها في النهايه بتنتهي بحاجه اسمها ستوب كودون. الستوب كودون ده بيبقى عبارة عن أحد الشفرات الثلاثة اللي قدامي، يا إما يو اي اي يا إما يو اي جي يا إما يو جي اي. أي شفرة من هذه الشفرات بتمثل كودون الإنهاء، واللي عندها بيقف بناء سلسلة عديد البيبتايد، لأن هذه الشفرات بتستدعي بروتين زي ما قلت اسمه عامل الإطلاق اللي بيجي بيحرر سلسلة عديد البيبتايد عن معقد التخليق اللي هو بيتم اللي هو الريبوسوم الماسنجر ار ان اي زي ما هنشوف دلوقتي قدامنا. نبدأ نشوف بقى السلسلة بتتم إزاي.
بيبدأ يكون معقد الابتداء بتتحد تحت وحدة الريبوسوم الصغرى مع المسنجر RNA عند كودون البدء، وبيجي الـ tRNA اللي بيحمل في طرف الحمض الأميني ميثيونين، وفي الطرف الآخر بيوجد فيه الأنتي كودون المكمل لكودون البدء هنا أهو، وجاب لك كودون البدء AUG، والأنتي كودون اللي موجود على الـ tRNA عبارة عن UAC. والتي ار ان ايه اللي بيحمل انتيكودون الانتيكودون المكمل بيبقى حامل في طرفه الميثيونين، وبعدين تيجي تحت وحده الريبوسوم الكبرى وتتصل بالماسنجر ار ان ايه وتحت وحده الريبوسوم الصغرى. وعايز اشير لحاجه مهمه هنا، هي ان تحت وحده الريبوسوم الكبرى بيوجد عليها ثلاث مواقع موضحين عندهم، ده موقع وده موقع وده الموقع الثالث. الموقع اللي في الوسط ده بيسمى بموقع البيبتيدايل، وده اللي بترتبط فيه تحت وحدة الريبوسوم الكبرى مع تحت وحدة الريبوسوم الصغرى، بحيث تخلي الـ tRNA الحامل للميثيونين موجود في موقع البيبتيدايل، تمام؟ أما الموقع الثاني اللي هو جهة اليمين اللي أنا بشاور عليه بالمؤشر ده، فبيسمى بموقع الأمينو أسايل. الأمينو أسايل بيترمز له بالحرف A، هنا بقى الحرف E، يعني الموقع ده بيسمى E، وده بي بيبتيدايل وده ايه اللي هو امينو اسايل، تمام؟ بعد ما بترتبط وحده الريبوسوم الكبرى مع وحده الريبوسوم الصغرى والماسنجر ار ان ايه، بحيث يكون التي ار ان ايه الحامل الميثيونين في الموقع بيبتيدايل، كده اتكون معقد الابتداء. هيبدا بعد كده عندي المرحله الثانيه من عمليه الترجمه، وهي مرحله الاستطاله. هتحصل ازاي؟ ان هيتم قراءه الشفره التاليه للشفره الاولى اللي هي بتتكون من ثلاث قواعد النيتروجينيه دول، تدعي التي ار ان اي اللي بيحمل انتي كودون مكمل لها، وبيبقى جايب في طرفه مرتبط في طرفه الاخر بالحمض الاميني الثاني في السلسله زي ما هنشوف دلوقتي. اهو جاء الحمض التي ار ان اي الناقل رقم 2 واللي بيحمل انتي كودون هنا مكمل للكودون اللي موجود على الموقع A، تمام؟ فهيرتبط بيه، وشايفينه حامل في طرفه الاخر الحمض الاميني الثاني اللي هيبقى في سلسله بناء البروتين. بعد ما ارتبط بيه ان هيجي انزيم الامينو اسايليز هيربط الحمض الاميني الاول مع الحمض الاميني الثاني اللي هو موجود على تي ار ان اي الثاني بربطه بيبتيديه. الربطه البيبتيديه زي ما احنا عارفين بتتكون بين مجموعه الامين في حمض اميني ومجموعه الكربوكسيل في حمض اميني اخر مع فقد جزيء ميه، تمام؟ وبعدين يتحرك الريبوسوم زي ما انا شفته كده، هرجعه لكم تاني عشان تشوفهم. بعد ما بيتم ارتباط الاحماض الامينيه مع بعضها بعد ما ارتبط الاحماض الامينيه مع بعضها يتحرك الريبوسوم بمقدار كودون، يعني بمقدار شفره، بحيث ينقل التي ار ان اي الثاني اللي اصبح بيحمل في طرفه الحمضين الامينيين على الموقع بيبتيدايل، وينقل التي ار ان اي الاول على الموقع اي علشان يتم ازاحته خارج معقد تخليق البروتين، ويصبح الموقع اي شاغرا علشان يتم قراءه الشفره اللي موجوده عنده، ويتم استدعاء تي ار ان اي اخر اللي هو بيحمل الانتي كودون المكمل للكودون اللي موجود على الماسنجر ار ان اي، وبيبقى جاي وحامل في طرفه الحمض الاميني المناسب زي ما هنشوف قدامنا دلوقتي. تي ار ان اي الاولاني تم ازاحته، الموقع اي كان شاغر، استدعى تي ار ان اي ثالث، ثم يتحرك الريبوسوم مره اخرى، وتتكرر هذه العمليه عده مرات حتى يصل في النهايه التي ار ان اي الى الستوب كودون اللي قلنا عليه بيكون يو اي اي او يو اي جي او يو جي اي. والتلات كودونات دول اي كودون منهم بيبقى موجود هو كودون وقف بناء سلسله عديد البيبتايد، لانه بيستدعي بروتين زي ما انا شايف قدامي هنا. هذا البروتين بيسمى ببروتين الاطلاق، اللي هو بيجي بيحرر سلسله عديد البيبتايد من معقد بناء البروتين فتنطلق الى السيتوبلازم، ثم تنفك وحدات بناء البروتين عن بعضها اللي هي تحت الوحده الكبرى وتحت الوحده الصغرى والماسنجر ار ان اي والتي ار ان اي. بعد كده تحرر سلسله عديد البيبتايد الى السيتوبلازم، حيث تجرى لها عمليه معالجه لتعديل شكلها بحيث تاخد الشكل الفراغي الذي يتناسب مع الوظيفه التي ستؤديها، وهي الوظيفه التي تؤدي الى اظهار الصفه المسؤول عنها الجين. فهناك بعض البروتينات بتقوم باظهار الصفه من خلال
خلال تحكمها في تحفيز بعض العمليات الحيوية التي تتم في الخلية وتؤدي إلى إظهار الصفة المطلوبة. ومثل هذه البروتينات تسمى بالإنزيمات، وهناك بروتينات أيضا بتعمل على تحفيز تفاعلات معينة لتكوين صبغات بتكون مسؤولة عن إظهار صفة اللون في الأزهار وتكسبها ألوان زاهية. وفي نهاية هذا الجزء أتمنى أن أنا أكون شرحته شرح وافي وكافي وشرح مبسط يساعد أبنائنا الطلاب على الإلمام بعملية تخليط البروتين بأسلوب بسيط وميسر. بيتم بناء البروتين على مرحلتين، المرحلة الأولى بتعرف بعملية النسخ واللي بيتم من خلالها تصنيع الماسنجر RNA اللي هو حامل لشفرة بناء البروتين باستخدام أحد شريطي DNA في منطقة الجين المسؤول عن تخليق هذا البروتين. وبعد تكوين الماسنجر RNA اللي هو بيعرف بالماسنجر RNA الأولي بتجرى له عملية معالجة داخل النواة باستخدام إنزيمات معينة بتقوم بإزالة الانترونز اللي هي الأجزاء التي لا تمثل شفرات وربط الأجزاء اللي بتمثل شفرات مع بعضها. بعد كده بيخرج الماسنجر RNA من أحد الثقوب اللي موجودة في غلاف النواة إلى السيتوبلازم علشان تجرى له عملية الترجمة اللي هي عملية بناء سلسلة عديد البيبتايد. وأول خطوة في بناء سلسلة عديد البيبتايد اللي هي عملية الترجمة هي خطوة الابتداء، وذلك بتكوين معقد الابتداء. ويتم تكوين معقد الابتداء بتجميع الـ mRNA والـ tRNA وتحت الوحدتين المكونين للريبوسوم. ويتم تكوين هذا المعقد كالتالي: أولا ترتبط تحت وحدة الريبوسوم الصغرى بالماسنجر RNA عند قودون البدء اللي هو EUG بحيث يصبح الـ EUG في الموقع بيز. بعد كده بيستدعي الحمض النووي tRNA الحامل للأنتوكودون المضاد لكودون البدء EUG، والأنتوكودون ده هو UAC، والتي ار ان اي اللي بيحمل الأنتيكودون المكمل لكودون البدء بيحمل في طرفه الآخر الحمض الأمين ميثيولين. وبعد كده بتيجي تحت الوحدة الكبرى ترتبط بيهم بحيث يبقى التي ار ان اي الحامل الميثيونين على الموقع بي ويصبح الموقع اي اللي هو الأمينو أسايل شاغرا وجاهز لاستقبال حمض أميني آخر. المرحلة الثانية هي الاستطالة، ومرحلة الاستطالة بتبدأ بقراءة الكودون اللي موجود على موقع الأمينو أسايل اللي هو ابن المظلوب رمز A. لما بيتم قراءة هذا الكودون بيتم استدعاء الحمض النووي tRNA الحامل للأنتوكودون المكمل له، وبيبقى جاي في طرفه الآخر شايل الحمض الأميني الثاني اللي هيبقى ترتيبه رقم 2 في سلسلة عديد البيبتايد. بعد كده هيتم تكوين رابطة بيبتيدية بين الحمض الأميني الأول والحمض الأميني الثاني بواسطة إنزيم الأمينو أسايليز، وينفصل الحمض الأمين الأول عن tRNA الحامل له. هنشوف ده بقى بيحصل زي الوقتي اهو، الحمض الأميني اللي موجود على tRNA الأول اتحرر عنه وتكونت رابطة بيبتيدية بين الحمض الأول والحمض الثاني، وبقى الحمضين الأمينيين متصلين tRNA الثاني. بعد كده هيتحرك الريبوسوم حركة بمقدار كودون واحد، وهذه الحركة ستؤدي إلى نقل tRNA الحامل الحمضين الأمينيين إلى الموقع B اللي هو البيبتيدايل، وبيصبح tRNA الأول موجود على الموقع E علشان هيتم إزاحته من خلال هذا الموقع لأن أصبح غير مرتبط بأي أحماض أمينية، فبيغادر الموقع إلى السيتوبلازم بحثاً عن حمض أميني ميثيونين يرتبط به ويقوم بنقله لسلسلة بناء عديد بيبتايد أخرى. أما الموقع E فيصبح شاغر وموجود عليه الشفرة CUU، فبيقوم باستدعاء tRNA الحامل لأنتيكودون مكمل لهذه الشفرة، وهي عبارة عن أنتيكودون مكون من GAA، فبيجي بيرتبط بالماسنجر RNA في الموقع E ويكون حامل في طرفه الحمض الأميني رقم 3 زي ما هنشوف أمامنا الآن. اهو الـ tRNA الاول بيغادر، وبعد كده بيتم قراءة الشفرة الموجودة في الموقع A واستدعاء الـ tRNA الحامل للأنتيكودون المكمل له زي ما انا شايف GAA، وبيكون حامل في طرفه الحمض رقم 3 اللي بيرتبط بالحمضين اللي كانوا موجودين على رقم 2، وبتحرك الريبوسوم وتتكرر العملية اللي احنا قلناها لحد ما يصل الريبوسوم الى كودون
من كودونات الانهاء اللي زي ما قلنا بتكون عباره عن اليو اي اي او اليو اي جي او اليو جي اي، وعندها يتوقف بناء سلسلة عديد البيبتايد، لأن شفرة الإنهاء زي ما أنا هشوف دلوقتي قدامي اللي هي هتكون يو جي إيه، دي شفرة الإنهاء ودي الخطوة الثالثة والأخيرة من عملية الترجمة، لا تستدعي تي آر إن إيه، شفرة الإنهاء لا تستدعي تي آر إن إيه، وإنما بتستدعي عامل بروتيني خاص بيرتبط بهذه الشفرة اللي هي شفرة الإنهاء على الموقع إيه، ويؤدي ارتباطه إلى وقف عملية الترجمة وتحرير سلسلة عديد البيبتايد من التي ار ان ايه، ثم تتفكك الوحدات المكونه لمعقد الترجمه. ادا عامل الاطلاق اللي هو بروتين من نوع خاص ارتبط بشفره الانهاء اللي موجوده على الموقع ايه، فادى الى تحرر سلسله عديد البيبتايد زي ما انا شايف قدامي، ثم ستتفكك بعد كده اللي هي وحدتي الربوسوم والتي ار ان ايه والماسنجر ار ان ايه. الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا، وذراته تهتف تمجيدا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال. ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.